ملايين المصريين تظاهروا في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي، وفيما كانت المظاهرات الرئيسية سلمية بل وطغت عليها أجواء احتفالية، قتل 7 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في مدن وسط البلاد مثل أسيوط والفيوم وأمام مقر الإخوان المسلمين في القاهرة الذي تعرض للحرق. إحنا الشعب اللي بيعاني من حكم الإخوان، وهنفضل موجودين لغاية ما يرحلوا عن أكتافنا، يرحلوا عن بلدنا، يرحلوا بالظلم بتاعهم. ثورة التصحيح يوم رجوع الحق لأصحابه، رجوع الحق للناس دي، الناس اللي ما شافتش أي حاجة جديدة تخليه أحسن من أيام مبارك. ويقر الرئيس المصري بارتكاب أخطاء وقال إنه يعمل على تصحيحها داعيا إلى الحوار، لكنه لم يظهر أي إشارة للاستقالة، فيما تطلب المعارضة من أنصارها البقاء في ساحة التحرير إلى غاية رحيل مرسي. المظاهرات المليونية التي وعدت بها المعارضة تتحقق الآن على أرض الواقع من خلال هذا المشهد الذي يشارك فيه المصريون على اختلاف أعمارهم، وبهذه الخطوة يكون المصريون قد وضعوا الكرة في ملعب الرئيس بانتظار قراراته المقبلة. محمد شيخ إبراهيم، يورو نيوز، القاهرة.